وين هو؟ بالله الرحمن الرحيم، شبك ليش هيك فايت؟ اليوم اجى حدا لهون على البيت وسأل عني؟ ايه اجوا بنتين سنتين، وحده منهم هيك بشعة كتير كتير، حامله بايدها قالب جاتو، والثانيه نص نص ماشي حالها مو حامله بايدها شيء. تركي من ايدك وسكر المي وطلعي فيني وانا عم بحكي معك. خير، شو في؟ شو قالت لك؟ اي وحده فيهم، الاولانيه ولا الثانيه؟ الاولانيه اللي بشعة كتير كتير وحامله بايدها قالب جاتو. ولا شيء، دقت هالباب فتحنا لها، قالت لي هون بيت الدكتور عاصي، قلنا لها بس عندك وصلتي. ايه وبعدين؟ بعدين سألتني إذا أنا أختك، لك دخلك؟ هلا أنا بشبهك كثير لحتى تقولي إنه أنا أختك؟ أنت شو جاوبتيها؟ قلت لها لا أنا طليقته، وهي عرفت إنه أنا طليقتك، ما بعرف شو صار لها، اتكركبت كلها فوقاني تحتاني، وحملت حالها ومشيت. يعني ما صار أي حديث ثاني بيناتكم؟ لا ما صار. بعدين تعال هون، مين هدول البنتين؟ وأنت شو دخلك؟ لا يا سيدي، بخصني مثل ما بخصك، وانا ما بسمح بهي الحركات. اي حركات؟ شو اي حركات؟ تنتين بنات جايين لعندك على باب البيت، حاملين بايدهم قالب جاتو وعليه شموع، ولما بيعرفوا انك انت مو عايش لحالك، بيحملوا حالهم وبيمشوا. هذا بيتي وانا حرفي، بستقبل فيه مين ما بدي وامتى ما بدي، عم تفهميها هي؟ ايه حقك، بس ساعتها انا الي نفس الحق. شو قصدك؟ قصدي واضح، بتحب حضرتك تجي لهون على البيت تلاقيني قاعدة مع اثنين شباب وحاطين قالب جاتو وشموع وعم نحتفل؟ غنوة، هي غير هي. لا يا سيدي، هي مثل هي. اسمع عاصي، يا بتعيش بنصك وبتحترم سكان النص الثاني، يا أما لكل حادث حديث. ليكي، أنا مالي خلاع على الأخد والعطاء، فورتي لي دمي، أعطيني من الآخر شو بدك؟ ما بدي شيء أبداً. سلامتك. هاي جوليا. هاي ريما، كيفك؟ مش منيحة. وانت؟ وانا كمان مش منيحة. لو ما حكيتيني كنت رح تقلك. ليه، في شي؟ كتير حاسة اني بحاجة احكي معك. وانا كمان بحاجة احكي معك.